يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين اللي تشوفون ورا الكاميرات ورا الامور معكم ابو صامر اليوم متهندب ولابس الامور انزانه عن, عن اللبس عن اللبس اللو الزعيم المهم تدورنا السوالف المليحه ما عندكم وقت ابشروا والله بالسوالف المليحه هذه والله يا نجر انت السامعين واللي يشوفونا هذا مرتن طال عمرك معزوم في البر عند رجال خابرهم ايه المهم انا هزا يمهم 60 كيلو صحراء الله الله المهم انا اسمر عندهم وقت وسوالف مليحه وقصيد وسوالف ايه؟ يوم اني دن الراس يا ايه؟ بس بس يوم اندر الراس بالنوم قلت ابى خطير يجي لبديرتي. بديرتي <applause> وانا ادق سلف وانا امسكها كردميه الله الله يوم طال عمرك تعديتهم في 30 كيلو للموتر يوم انك قاعد اخوتي اختي حركة دق سلفه شغله والله الموتر ما يبغى الشغل قال ما فيني بنزين والله ما تحرك قب يا المخوف ولاكم علي حلف يا قمت اتفتش الموتر ولا لقيت لا في قطره بنزين لا جرّاك ولا غيره وانا انزل من الموتر واقفله قلت انت لا يا ابو صامل ايه عطها مني اياه ويجيك إيه؟ خط معترض ولا يجيك احد مضيع ينقذك انا امشي امشي طال عمرك يوم جيت بين هاك الضلعين ايه للصوت الصوت ظهر علي انا ولد ابو صامل ابو صامل مستشنبي نبي اخجر بعيني اتلفت اتشوش قلت انت وين انت قال لا تلفت ولا تشوش أبكي أنا الضلع اللي قدامك اوب كب كب قلت ويش؟ قال انا الضلع اللي قدامك قلت اخ وناض وكد إيش تبى؟ قال وش تبى؟ حنا يا بني يا الحجر نعرف الريجين ونعرف فعولهم انت فعلك سابق حنا يا ضلعات كلهم لكم علي حلفان حنا يا ضلعات من سمعنا؟ ما نسولف الا عن عمر وانت ذكرك واصلك والله ما تعدى لا انت تشرب قهوه عندنا وتمسي قلت انا ببنزين قالوا وي. يجيك البنزين ونوصلك لا موترك تقاويت عندهم وسمرت وخذت طال عمرك بنزين وعودت شغلت ما تعودت للديره سوالف واجد السوالف المليحه أوه. واجد يا الربع ابشر والله بسلفه غيرها لكن بكره باذن الله صب يا نجير فنجال ابشر والله بالفنجال